وهيئة الحاجة تلفي وتدوري، مو قلتي بدك تشاوريني؟ شاوريني لشوف. ما بتقولي عني غشيمة؟ يعني أنا إذا ما قلت بتصيري فهيمة. إيه بطل تقول. خلصنا احكي. لك شو بعينك؟ غمزني. مين؟ جوزها لصاحبة المحل. قولي شو قلتي له؟ ما قلت له شي، عملت حالي مو شايفته. يا حبيبي بكره بتتطور الأمور وبتصير الشغلة أكبر من هيك وبتعملي حالك بقى ما عم تشوفي شي. والله خجلت رجع الكبير أجدي. قلتي له لزهرة؟ ايه قلت له، طلع غامز 20 مرة إلها. شو هالحكي؟ أنا ما بقبل. وأنا كمان ما بقبل. يا مرت عمي يا مرت عمي، شو صار يعني؟ رجال على حفة قبره، أخذ إجازة من عزرائيل كم يوم، لا بهش ولا بنش، كل شي فيه غمزات رايحة عليه بشبابه، عم يعوضون هلا. إيش أكلنا يعني؟ ما بصير، ما بصير زهرة. إيش ما بيصير؟ يا أما بدنا نشتغل يا أما ما بدنا نشتغل. لا نشتغل بس عن ناس مناح وكويسين. ما في مجال مرت عمي، وين ما اشتغلنا رح نوقع بنفس المواقف. لكن إيه ما بنمشي مترين بالشارع إلا وناكل 100 غمزة، كأنك ما بتعرفي. ولا ما كان في غمز على دوركم مرت عمي؟ ما كان في غمز على دورنا، كان الغمز بعافيتي بصحتي عالجنبين كانوا يحتاروا شلون بدهم يصطفوا، كل واحد يعمل ليك بس انا طنش اعمل حالي مالي شايفه ويبلوا لي شفايفهم. ايها بقى هذا هو جوز صاحبة النفوتي، مكتفي بالغمز مرت عمي لانه اخذ اجازه ساعيه من عزرائيل. خلينا بقى نبوس ايدينا وشوقفه ونسترزق. ومع ذلك ما بيصير. ما بيصير ما بيصير، بس مرت عمي نحن مو رجل كرسي، مين ما غمزنا مشي الحال، نحن قلنا شخصية، ايه صدقيني إذا بيتجاوز حدوده بقلع عيونه. خبروا مرته أنتو. مرت عمي، البنات بالمحل قالونا اوعى تخبروا مرته لأنه إذا عرفت بتصير بتغار وبعدين بتقلعنا، مشان هيك الكل ساكتين، بعدين أحسن لنا بيدفع. مشان إيش يدفع؟ هيك، بس يشوف واحدة عم تضحك له بينبسط. بس ضحك.